الاهلي قبل ما يحسم المباراه محمد عبد المنعم. معنا على التليفون نجم من نجوم الكره المصريه والاهلي الكابتن محمد عامر. كابتن عامر اهلا بيك، منور ووحشنا. الله يخليك يا هاني، ازيك؟ وحشني انت، لو وحشني والله يا هاني. وحضرتك كمان، ازاي حضرتك؟ كويس؟ والله في نعمه، الحمد لله. الحمد نحمد لله الله، الحمد لله. الاهلي شفت ازاي مباراته الاولى مع سواريش والتاهل طبعا للنهائي؟ مبروك. والله يعني طبعا يعني النادي الاهلي في مشواره الكروي، انت عارف، بيلعب دوري، بيلعب كاس قديم وكاس جديد، ايوه وبلدنا ما شاء الله شغاله، وكاس رابطة المحترفين، اه حاجة جميلة يعني، شغالين في كل عشان ما الاتجاهات، حدش يزهق، عشان ما التنوع حدش يزعل. لا عشان ما حدش يزعل، حلوة برضو، احلى من يزهق، صح؟ والله يعني انا ما شفتش كده ابدا، يعني في اي بلد في الدنيا شغال في جميع الاتجاهات. اه النهارده انا شفت لعيبه النادي الاهلي. انا برضه هديك نبذه مختصره على ماتش سموحه، ايوه بس بعد ما اقول لك انا شفت لعيبه النادي الاهلي النهارده بيلعبوا بعينيهم مش برجليهم، ومش باجسامهم، ومش بلياقتهم البدنيه. لعيبه مجهده بشكل كبير جدا، اه شكل يعني بكل الحالات المفروض ان فرقه زي بتروجيت ما تجاريش النادي الاهلي، حتى في اداء، في لعب، في هجمات، لكن اجهادهم واللي هم فيه من جهد عالي بيبذلوه في كل مباراه، لان طبعا شايف ان الدوري مولع بين الاهلي والزمالك، ايوه والاهلي لازم يكسب كل مبارياته اللي جايه عشان يبقى هو بطل الدوري. مظبوط، فطبعا الموضوع واخد من النادي الاهلي تركيز جامد جدا يعني. فالنادي الاهلي النهارده مجهد، وهو لعب على قد المباراه، والحمد لله. انا بقول الحمد لله ان النادي الاهلي طلع كسبان وتاهل للدور اللي بعديه، طيب لان هو لحد امتى هو ده الوضع اللي جاي خلال الثلاث اشهر اللي جايه، الشهرين ثلاثه، لحد امتى ايوه هيبقى الاهلي طبعا الحمد لله على كل شيء لكن بيتنفس الصعداء بالفوز في مباراه على الورق المفروض ان هي سهله؟ النهارده بتروجيت وقف ند على الورق فترات سهل. طويله انا معاك بقايمه من 15 16 لاعب جاهز يعني. ايوه. على فكره كويس انت اثرت الموضوع دوت. احنا نفس المشكله، انا ماسك كفر الشيخ دلوقتي، وهروح الاعب سموحه يوم الثلاث الجاي، يوم مظبوط، 5 في اسكندريه، في استاد اسكندريه، والمفروض ان انا قوام فرقتي الكبير من 2001 و2002، ايوه ومش مسموح لي ان انا العب بيهم، لان تغيير الهويه لازم يكون في تغيير هويه من هاوي لمحترف، تمام، ويبقى ليه عقد والكلام ده كله. اه انا سالت الاستاذ الحاج عامر حسين، ايوه وهو رد عليا وقال لي انت ممكن تلعب الكاس بيهم، لكن الدوري لازم تغير الهويه. طب معلش فطبعا انا محتاج افهم دي اكتر، القايمه اللي مع حضرتك دلوقتي ايه مشكلتها، ايه تحديدا؟ اللاعبين سنهم ولا فين الفريق الاول؟ احنا يعني عندنا لعيبه، انا في شغلي من اول ما جيت كفر الشيخ بقالي 15 يوم، ايوه بعتمد على اللعيبه الكبيره اللي موجوده قبل كده، في لعيبه مشيت، تمام، اضطريت ان انا اعتمد على اللعيبه الناشئين، واللعيبه الناشئين عندي لعيبه كويسه جدا، ويعني اشتغلت بيهم الفتره اللي فاتت، عملت ماتش ودي مع سموحه، وماتش ايوه ودي مع غزل المحله ايوه بيهم، وفي الاخر انا مش هروح بيهم الماتش بتاع الكاس، لان هم ناشئين في النادي، ما هم المفروض ان الناشئ عشان يلعب فريق اول ايوه لازم يتعمل له عقد، ويتغير هويته من هاوي لمحترف. تمام، دي 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 حاجات ثابته في ده على في مستوى الدوري الدوري، لكن ماتش الكاس بتاع الثلاثة عادي يلعبوا؟ ما هو كان ممنوع انه يلعبوا، لكن انا لما سالت الحاج عامر حسين ورد عليا مشكور من الحاج عامر النهارده، قال لي يلعبوا، لكن احنا عايزين حاجه رسمي. انا ما اقدرش، انا مش عارف العب اروح بيهم ولا ما اروحش. انت النهارده بتروجيت ما راحش ما لعبش ناشئين، مظبوط. وكان بيقول ان هو 14 لعيب بس والكلام ده كله يعني. طب ولو ممنوع، ايه الحل؟ عندك لعيبه تانية من الكبار؟ لا عندي، ما انا حتى الناس اللي هي
في بعض اللعيبه اللي تعاقدوا مع انديه ثانيه مسموح لهم انهم بيلعبوا وبعدين يروحوا لانديتهم. فانا عندي العدد، لكن انا كنت عاوز ادخل ولادي ولاد النادي ولعيبه كلهم على مستوى عالي من الكفاءه وياخدوا الثقه وياخدوا الخبره. مش مهم نتيجه الماتش ايه بالنسبه لي، لان انا بعد لموسم جديد. ايوه بعد لموسم جديد، فانا عاوز اغلب لعيبتي تبقى من مولاد البلد، عندهم انتماء لفرقتهم، عندهم الحته دي احنا بندور عليها هاني في لعيبتنا. مفهوم مفهوم. لكن نرجع للنادي الاهلي، النادي الاهلي نرجع للاهلي في ماتش بس طبعا لحد ما نرجع للاهلي هنكون برضو احنا بنحاول نفهم ايه الشكل اللي ينفع يتعمل على مستوى اشراك اللاعبين لفريق كفر الشيخ، لان اثرت نقطه مهمه قوي قبل 3 ايام بس من المواجهه كابتن عامر. يا هاني دول لعيبه النادي وبيلعبوا ناشئين. انا ملعبهم في اي وقت، ايه المشكله عندي؟ يعني ايه المشكله ان انا العب لعيبتي؟ يعني لازم اعمل عقد وبعدين عايزين نعمل عاملين لهم عقود، لكن سيستم مقفول، السيستم مقفول عشان التأييد. مظبوط. قافلين ليه السيستم؟ عشان لسه معاد الممتاز به ما اتفتحش، مش كده؟ ايوه. ليه؟ طب ما انا ودول لعيبتي بتوعي ولادي. ليه قافلين عليا؟ ليه مش هتدوهم الفرصه انهم يشاركوا في مباراه زي عندك كام لاعب جاهز من الكبار لو ما ينفعش دول يلعبوا الشباب؟ لا انا عندي وبدات اجيب الناس اللي هي حتى اللي هي اعاره وهتمشي، هجيب رجعتهم تاني. تمام. انا مضطر. لكن انا ممكن انا بقول انا عاوز لعيبتي اللي هم بدات بيهم اشغلهم، لان هم دول اللي هيشتغلوا معايا طول الموسم. تمام. زي ما رجعش لعيب مشي ويلعب. تمام. لكن انا مضطر لهذا الكلام. طيب بالعوده للاهلي، ايه اللي محتاجه سواريش بعد ماتش النهارده، بما انه مقبل على كمان يومين ماتش الجونه في الدوري وبعد كده يتلاحم المباريات ما بين دوري وما بين نهائي كاس وغيرها من البطولات؟ طبعا حته الاستشفاء مهمه جدا، وانا شايف ان النادي الاهلي عنده مركز الاستشفاء تحت المدرج. أي. في الجزيره. عالمي. فلابد ان اللعيبه يبقى هو عمليه الروتيشن لازم تبقى موجوده يا هاني. أيوه. لان اللعيبه مجهده جدا جدا جدا، يبقى كل اللعيبه الموجودين في القائمه على قدم وساق، يكونوا مستعدين لاي لعيب ينزل لازم يؤدي بنفس كفاءه اللعيب اللي بيخرج. لان الاهلي بيواجه كاس ومطلوب منه بطوله، ويواجه دوري مطلوب منه البطوله، فلا بد ان اللعيبه كمان تساعد الاداره انها تنام كويس، تهتم باكلها، تهتم براحتها، لان الساقيه اللي دايره دي توقع اي فرقه. صح. لكن النادي الاهلي لابد ان هو يعني الراجل، طبعا احنا مش هنقدر نحكم عليه من النهارده، ان الراجل مشكورا طبعا جايب ورقه وقلم بيدون. بيدون هتلاقيه مش عارف اسامي اللعيبه كمان، خلي بالك. عشان يحفظ اسامي اللعيبه لازم هيقعد معاهم فتره ويشوف بقى ده اداؤه شكل ايه، وهيبقى ليه وجهه نظر مختلفه عن موسيماني او عن سامي القمصان. لكن انا بنتهز الفرصه دي، انا بشكر سامي قمصان انه ادى بدوره طبعًا بامانه. طبعا حقيقي. واحسن حاجه في الفتره اللي مسكها سامي قمصان لوحده ان سامي قمصان كان كوتش وكان بيغير، تغييراته كانت مظبوطه، فاشتغل شغل. انا بقول انه احسن من موسيماني، وانا بشوف ان احسن من موسيماني. ايوه احسن. في رؤيته للتغييرات والاداء في الملعب من موسيماني في الفتره الصغيره اللي قعدها. ايوه مفهوم. وانا بقول ان احسن مباراه شفتها للنادي الاهلي، اولا النادي الاهلي بيضغط فيها، بيجيب الكره بسرعه، بيروح بيوصل لمرمى الخصم بسرعه. سموحه. وصل وضيع اجوال في ماتش سموحه كتيره جدا، كان ممكن يكسب سموحه هيد سكور. مجريات المباراه هي اللي غيرت، ان سموحه جابت جول في اول 7 دقائق ولا 8 دقائق، غيرت مجريات المباراه، خلت النادي الاهلي عاوز يكسب، عاوز يتعادل، عاوز يكسب، فتح خطوطه فطبعا، ومع الاجهاد اللي موجود فطبعا مجريات المباراه هي اللي غيرت. لكن النادي الاهلي
في مع السعوديه اخطاء طبعا دفاعيه طبعا في الناحيه الثانيه. كان ممكن يطلع يكسب سموحه هيبسبورت، لكن احنا ما بنخش حق سموحه. حقيقي سموحه عندها مباراه استحق تحيه كويسه كبيره. جدا. وانا بحيي عبد الحميد بسيوني، عبد بسيوني عامل شغل كويس جدا وقادر ان هو يلم لعيبته. لعيبته عبد الحميد بسيوني ابن كفر الشيخ ابن بالمناسبه. كفر الشيخ وابني انا شخصيا، لانه كان لعيب عندي وانا بهنيه بهذا المكسب. ايوه هتقفل ازاي على مروان حمدي؟ خلي بالك في عز فوقانه دلوقتي باهداف مارادونيه انا وباداء جايب له عملاق. اربعه بره بره السكور شيت امسكه. لو سبت له مساحه فربنا يستر. انا بتمنى يا هاني ان ان شاء الله بس اعمل مباراه جيده، باذن الولاد يطلعوا واخدين ثقه، وانا بركز على ان اللعيب ينزل يعمل اللي عليه عشان حتى ما يطلعش زعلان نعم ان هو ما عملش اللي عليه واتغلب، ايوه او ما صح عملش اللي عليه ومش موفق. صح فاحنا طبعا بنواجه سموحه كلها خبراتها اعلى من لعبتنا، لكن انا عندي ثقه كبيره جدا في لعيبتي ان شاء الله التوفيق باذن الله. نقدم مباراه جيده ان شاء الله. انت وحشنا ومبسوطين احنا هنشوفك في المباراه على مقاعد الاداره الفنيه يوم الثلاث، ان وان شاء شاء الله الله باذن الله نستمتع ان شاء الله. بمباراة كويسة جدا. نورتنا كابتن محمد عامر نجم الاهلي السابق والمدير الفني لفريق كفر الشيخ. ماتشات الاهلي اللي جاية